يا الله، السلام عليكم شباب، قواكم الله، شلونكم، شو اخباركم، اموركم. رجعنا لكم بحلقه جديده، واليوم الحلقه شوي تختلف، يعني خصم الحكي اي شيء نصيده اليوم راح نتغدى بيه، لين طالعين هسه الساعه تقريبا الساعه بالتسعة الصبح، بس تريقنا وطلعنا. فشنو نصيده راح نشوي لكم، راح نشوي وناكله يصير غدانا. فاليوم اذا ما حصلنا غير بالضيم اليوم. يلا حبايبي، ان شاء الله حلقه حلوه وتنال اعجابكم. تحياتي لكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. وشلون مكان يخبل هذا يا جماعة، يلا تابعونا. يا الله شباب، وهاي اول لوحة راح نلوحة طبعا هنا بين انا واللوحة. يا ابو محمد طبعا خلصها، هذا الشيبان بيده. ابو محمد عيوني. هذا ابو محمد اول لوحة الي حبايب قلبي. اهم شيء اللايك والاشتراك، اهم شيء اللايك والاشتراك. وسام جاي يطلع بالحار والشمس على مود يوافيكم بالاخبار وبالصيف. وهذا اليوم وسام الزينبي، اليوم هو اللي يقودها، اليوم بيده هو. زين هو الناخذ اليوم حبايب قلبي. عمي تلاميذكم احنا ابو محمد. حياكم والله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وهاي اول شلبه راح نشلبها. نعمة. شلون اللوحة الأولى؟ نعمة، اللهم صل على محمد وآل محمد. خذيتها منك أنا ها؟ تحت جيد، أتكفها. ما تخيب الظن. عدلة؟ نعمة من أبو. يلا شباب. يا الله. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا حبايب قلبي. لا تنسونا بلايك والشيرك وين. هاي من بد الجو حبايب قلبي. شوفوها وأحلى صبور لعيونكم. هذا زينبي. وسام الزينبي. زينبي ابو خيت. هاي بالمد الجو ابوي. خيت الزينبي. وينهم ابوي وينهم؟ ذاك اظن عيال. اربط لك اياها ربط عمي. اي والله عمي، والله صدق تربطها. هاي الراحة الأولى بيد وسام الزينبي. هذا وسام ابو خيت. جايش لبانا قال لي اعطيني اياها انت ما تصيد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والله صدق دقطن هذا وسام. ابو جاسم حبايب. عم هذا وسام لقطه. يا ابو علاء شو نسوي لما هاي الساده ابو خيتين دوم خات والله. اي يا ريت هاي الساده شو نسوي لما تجي دوم ابو خيتين. شلون الباوع؟ اللهم صل على محمد. قرب جاسم، قرب قرب وخلي يشوفون شلون هذني. نعمة نعمة نعمة. هذا الربو جزيل. يلا نعمة. اليوم كله بالجو اليوم. صل على محمد. هاي ابو عيون ابو محمد. هاي تسلم عيونك محمد غالي. هذا زينب انا وياك ما نقايش وياك. لا عمي اليوم ما اكل مد الفوق اليوم كله عندك. بس خذيتها من عتهم، بس خذيتها من عتهم. والله صحيح. خلوها علينا. والله عدو النعمة. اليوم عدى. ناوي يوم الهوا والرجل يا ناوي. هاي 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 اجت. اللهم صل على محمد وال محمد. لا تفلت. لا تفلت، لا تشبينا، لا تفلت. راويهم ابوي راويهم. شبينا هاي جاي يشوفونه، جاي يشوفونه. يشوفونه؟ اي لا تطيح وسام، عاش وسام الزينبي. اي والله. عمي مو غدا راح يغدي حتى البلامه اليمنى. اليوم كذا ما اسمها. اليوم كذا راح يغديها. تعال تعال. اللهم صل على محمد. ايش لا حتى ما تمر. نعم. يقرب بعد واصل السرير الشفره ابويا، بعدنا ما وصلنا للشفره. بعد هسه والله انا ادري بهذا زينبي. شوف ابو جاسم تعال. وانا النظام هون يقول لنا نستحي نطلع احنا صغار. وغير البلفلين هذا، هذا كارثه والله العظيم. بس الخشنات عمي احنا بس الخشنات. لا خلنا نراهم بالبلفلينه. راوي افتح 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 راوي افتح. خلنا نراويهم، خلنا نراويهم حتى لا يقولون. عمي شوفوا ذني ما يقبل يطلع حين هذا الزينبي. يقول هذا صغار، هذا شوفوه شوفت عينكم. هذا اني نعمه من الله. بس ما يقبل هذا الزينبي، يقول صغار ما تطلع الحين، خلينا نطلع ذني الكبار. والله عم تغامر انت وتتعب. الشفره تخلى؟ ما تخلى، انا ادري بيك وياي ما تخلى.
هاي اجت شوفها هاي ادربيك ما تخلى سيد والله ادربيك والله ادربيك ادربيك ما تخلى لا شفره وحتى ذيك البلش اسمها مطلع بالحبل تطلع الشيبان مو هذا مطلع بالشيبان تطلع انت اللهم صل على محمد وال محمد هسه طلع لنا حتى بالشيبان فوق وياي البراق يا سيد الله لا هاي شفره قنوعي قنوعي هاي والله انا اشوفك تطلع بالبراقه هاي فوق لا قضيه شادر فيك سيد ولهالدرجه والله عم بخيت انت ما اشوفك يا الله شباب انا ما وصلت السر امامنا اي احنا بالملزم هسه هناك حمود يذاب بالخيط حمود حبيبي يلا حبايب قلبي هو هذا وسام اليوم جاي شيك بالصبور ويا هذا الصيد ما الاول ذب عمي ما الاول شلبه هذا ابويه جابت لنا خير من الله راويهم عمي راويهم زين راويهم خير من الله ابويا وهذا ابو محمد اخونا الغالي جاي يدورنا حضبات ابويا وهذا الثروب الزين عمي كله تازه عمي كله تازه زين وهذا الحطب ابويا ما شوي زين شوف شحالاتنا ابويا هذا البوكس مالتنا وبيبسياتنا وعصايا النبي وهذا القوري مال شاي وهذا الشكر ابويا زين وهذا ابو محمد العلم قواك الله ابو محمد قواك الله حبيبي يعطيك العافيه ان شاء الله جواسم حبيبي الغالي شوفوا هذا الشطب وهاي الاجواء وهذا الماي وهاي البساتين يمنا هنا والخضار زين ان شاء الله مرتبه وينسى اليوم سفره زين ابوي وهنا وسام سلامكم العافيه اي والله سلامكم العافيه حبايب قلبي عاش ابو جاسم هنا بدات مرحله تمليح السمك عمي صبور عدل قاعده مرتبه ويا ابو جاسم بعد روحي يا حمود الذهب تاج راسي ابو الشوم يا الله وهنا حمودي عاشت ايدك والله انا سمك الزين ابويا شنو الترتيب هذا شنو الترتيب هذا عمي شلون لعد حبايب قلبي وهذا شو الزين وشوفوا هذا الثروب عمي يا حلاته حارب ابويا زين وهذا البلم مالتنا وهذا وسام ابو محمد قواك الله قواك الله هذا شو الزين بويه يسلمكم العافيه عاش اخوي هسه جا وقت الحمايس ها يا الله شباب مثل ما تشوفون عمي هذا صيد اليوم ابو جاسم اي والله هذا الصيد مال اليوم عمي قبل صيد منه وشوي منه ها حلاته ايش اي والله صيد اليوم وشوي المعدل ابو جاسم وحمودي عمي هاي الطماطه ابوي زينه الطماطه هناك مرتبه هاي الطماطه زينه ابوي الحميزه زينه شباب وكلها على الجمر ابوي هسه نخلص النوم ويجيب قوري الشاي واحنا بخدمتكم حبايب قلبي عاشت ايدك عاشت ايدك حمودي يا الله شباب ومثل ما تشوفون كملنا الوجبه الرئيسيه مالتنا عمي ما صيد اليوم ابو محمد متربع عليهن ثاني حجي بتاعي. اي عاش حمودي عاش احلى دروب شباب تازي الف عافية من الشط للنار اي والله للبطن صدنا منه شوينا منه اي والله سلامكم العافية خلي نتغدى ونخلص ان شاء الله وراجعكم تابعونا حي الله العمالقة عمي شو مسوين الف عافية ابو جاسم الف عافية مضمرينها ما شاء الله مازحينها مسح ها مازحينها مسح الجماعه شو انا مو ياكل يعني انت ما شنو تاكل ها عمي هذا خلص انا جاي والله هيك وراح شرب شاي مسحها مسح ما شاء الله الف عافيه حموده سوين هي حميسه وين هي ايش يمك ابو محمد في البصل ها وين البصل ابو ندري اكو بصل جايب لنا بصل عمي لا وين اكو بصل ماكو باقي بس الورق اسمع هسه جدور الشاي على الفحم عمي يا الله شلون شاي يفوتكم ابو خالد عمي تحياتنا لك ابو خالد لعيونك احلى شاي والله يوم ما موجود ويانا ابو خالد احلى شاي لعيونك يا الله شباب مثل ما تشوفون خلصنا الغداء الحمد لله والشكر
بس والله الصبر شو يخلي الواحد يدوخ. طبعا احنا بهذا البستان هسه ورانا مثل ما تشوفونه بظهري، هذا بستان كلش حلو والله كبل، وهذا الشط وراي مكان يعني صدق راقي. شوفوا الشط اجواء تخبل والله، ان شاء الله راجعيتكم احنا من اللوح اللوحة الثانية. بس هسه شوي تعبنا خلينا نرتاح لان الصبور يتعب. ابو محمد هنا قاعد يصب الشاي وحمودي قاعد يصيد، ان شاء الله بيها صيد اللوحة الثانية. تابعونا حبايبي. لابو خالد اخوي تحياتنا لابو خالد. مكانه خالي. اي والله مكانه خالي. حمودي مدللنا اليوم دلال دلال. حمودي بيبسي وشاي وعصير وشيبس وراك ولبن. زين رايحين نشتي شربة ثانية. وهذا وسام الزينبي وهذا ابو محمد يانا اليوم بعد قلبه رسوم. زين حبايب وشوفون هذا الشيبس مالتنا رايحين له، ان شاء الله نوافيكم كل ما هو جديد. حبايب قلبي باب حبايب قلبي هسه وصلنا للغزل وراح نبدا اللوحه الثانيه راح نسحبها ان شاء الله انا وابو محمد ونوافيكم كل ما هو جديد. زين وناس سايق مالنا وسام هذا بسوم. يا الله شباب وهاي اللوحه الثانيه مثل ما تشوفون راح نشلبها. قوه قلبي يا الله شباب يا الله. اللهم صل على محمد. يا الله يا الله بينت بينت ما اشتيلك. يا الله اللهم صل على محمد. يا الله بتمدد فوق عمي عيد حمودي. توني احجانه بس ما جت الحمودي. اه دبل دبل دبل. يا الله يا الله حمودي ظهرك انا ظهرك ابو جاسم. وحده لك وحده لك كم واحد وحده عمي والله ابطال من عندي عندي الطبق هاي مات حمودي مات ابو محمد الكبير. تلعب هاي تلعب توها ضاربه. اه شوف جاسم توها ضاربه شوفوها بعدها عدله شباب. يا الله اي اي رفسي رفسي. يا الله طلع على محمد طقت الرابعه طقت الخامسه صدق الشابه. يا الله يا عاش عاش ابو جاسم. يا الله كفو بس انا ربيت ربطت الخشن منكم كله ربطت عمي حجي ربطت الخشن منكم كله. يا الله يلا ما قصروا الجماعة ما قصروا. يا الله قواكم قواكم. عاش عاش ابو جاسم عاش عاش والله عاش. اي هاي تسوى يا شباب هاي معدلة. يا الله ما قصروا والله الابطال ما قصروا عاشوا. هاي هاي جتك هاي هاي جتك بالكرم. اي 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 حمدو اي صورني يا عرباني. اي حمدو عاش والله. شوف بس قلت لك اريد منك وحده. انت بس ناغيها ناغيها. هاي جتك على الثانيه وين هاي جماعه شوفها. يا الله يا الله اي والله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وال محمد. عاش ابو جاسم نيتكم صافي عمي. لا نيتكم صافي. عاش حمودي هاي مات حمودي هاي البطل بعدها عدله حموده هاي جا شلون قابل غشكم انا بعدها عدله. ايه قاعد تلعب هاي مات حمودي هاي يا محمد قاعد. عاش والله عاش ابو جاسم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عاش عاش انا قاعد اغرف لهم شباب. يلا مصاب.
عاش يا الله. انا هو ابو شانك. ايه ابو شانك يا الله. شباب طبعا انا قاعد اغرف لهم وارجع اصور. يا الله عاش عاش ابو جاسم. يا الله دبل. يا الله يا الله دبل 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 دبل. انطي الحمودي وحده. انطي الحمودي وحده. يا كلنا واحد كلنا واحد. وش لوكات هاي هاي هاي. تمام شباب شوفوها ما شاء الله. صلوات على محمد. محمد. الله صل على محمد. جاسم اشتغل ابو جاسم. ابويا بالمد فوق عمي. بالمد فوق هاي مالته. هاي مال حمودي. هاي حمودي. اه حمودي عاش الله يحفظه. شلونك بلطي اسبوع عدل. يا الله يلا حمودي حمودي يلا حمودي. اه ابو جاسم بيض صار بيض ابو جاسم. شنو حمودي انت تشتغل؟ شوف هاي هاي. يا الله شباب وهاي الشفرة عمي. تبغى تنطي هاي مالتك حجي مالتك. بس انا لفيت لك بالابواب بوي. صح بالمد فوق عمي. بالمد فوق. هاي مال حمودي يعني. هذا الشيء والله مالته هاي الشفرة بعد. والله بعد بوي خشنا لها بوي. اخر كروبتين ذني. شوف لنا المشتركين غلا شباب. هاي السالفة هاي كروبتين. شنو هسه اخر كروبتين ذن عندي؟ شو تقول؟ بوي الشفره بوي الشفره بوي الشفره. بس باعنا بس باعنا بس باعنا بس عمي بس باعنا. صل على محمد بالبول بوي. شوف اللهم صل على محمد. قلت يا اخوي هاي الشفره عمي فارق جيبان وخلصت عمي. لا لا ما تخلص. لا تطفي لا تطفي. ما مطفيها عمي. ايه انا قلت لك لا تطفي. مستمرين باقين. وهذا الشيبان بعد ما بقت اي كربه. بس هاي بيها وصله 4 امتار. خلينا نشوف انا قدك بيها. يا الله شباب ومثل ما تشوفون هاي الجرحه الثانيه اللي شربها يا ابو محمد وحمود يا عمي كسروا علي والله. انا اقول له هذه شيء الاولى شفتكم ثمانيه ما ادري تسعه والله ما اتذكر. ها وهذا ايه 11 حطموا الرقم القياسي. عجيب الصغار مالاتك ما في شيء. تعال 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 شوف اللوحه الثانيه حمودي. تعال صلوا على محمد. سوى حمودي ابو جاسم سوى. يا الله ايش رايك محمد كسرت علي. لا تقدي صل على محمد. اللهم صل على محمد. ثمانيه تحسب لهم بس الكبار والصغار. جاوب الفل اللي انا صورته. لا الصغار ما نحسبه هذا بس 16 نعم. ما نحسبه احنا نريد هبل. كلداني حمودي هذني ويا هذا كلداني. كلداني كلداني ابوي هذا كلداني. يلا شباب اللي هنا وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما تشوفون هاي السفره الحلوه انا ومحمد وحمود اليوم رافقنا بيها. بعد روحي وشلون السفره تخبط الصيف منا وتشوي منا ها ابو جاسم. اي والله السفره حلوه. سفره تخبط سفره من العمر هاي مثل ما قريت بالعنوان. سفره من العمر هاي قاعده من العمر. والصيد مثل ما تشوفون خير من الله. تعال محمد تعال محمد راويهم الصيد. يا الله هذا الصيد عمي. هذا الصيد عمي غير الكليانه ها غير البلفلينه غير البلفلينه. هذا 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 انا ما صوره لكم. هذا مال غزل 17 ها 16 عمي 16 اوه وين مضمومه الحلوه هاي ها. مثل ما تشوفون هذا الرزق الحمد لله والشكر. طبعا رحله كلش حلوه كانت والله العظيم. رفقت ابو محمد عمي والبطل هنا بعد روحي ابو جاسم. ان شاء الله نلتقيكم حلقه جديده وفيديو جديد. تحياتي لكم وسام الزينبي عمي وحمودي وابو محمد السداوي كفو الزياوي.